مع سيادة العميد ناجي في بيروت. قبل أن أطرح عليك الأسئلة التي تتعلق سيدي الكريم بتقييمك لتكتيكات الاحتلال الإسرائيلي في اجتياحه لغزة، هل بيروت وأهلها يبيتون في سلام أم أنهم قلقون من احتمال أن يمسهم التنين بنيرانه سيادة العميد؟ مساء الخير لك يا الضيف الكريم. مبدئيا من يقاتل من شأنه حزب الله في جنوب لبنان هو يقاتل ضمن أراضي لبنانية محتلة من قبل العدو الإسرائيلي، وبالتالي هذا الموضوع إذا لم يتطور أكثر من ذلك فبيروت في أمان، وحزب الله يكتسب مشروعية في قتاله، لأن في البيان الوزاري الأخير نحن نقول أن، وهذا البيان موافق عليه من قبل المجلس النيابي ممثل الشعب، بأن تحرير أرضنا المحتلة بكافة الوسائل. لذلك إذا ما لاحظنا أن النمط الذي اعتمد من قبل حزب الله حتى اليوم هو ضمن قواعد رسمها بأنه لا يقصف مدنيين، يقصف عسكريين في المقابل وأجهزة رصد ومراقبة وبالتالي تجمعات عسكرية، وهو لا ينطلق من أماكن مدنية حتى لا يستدرج الرد على أماكن سكنية، ولكن في المقابل العدو الإسرائيلي يقصف أماكن مدنية ويقصف بيوت ويقصف سيارات، وهناك شهداء في منازل وتحطم منازل في قرية واحدة أباد حيا كاملا مثل ما هو. ولكن هذا الموضوع يعني لا يقلق بيروت كثيرا. أنا سألتك هذا السؤال بالطبع لأن بيروت تهم كل عربي ولبنان جزء منا سيادة العميد، لكن بنيامين نتنياهو هدد بتسوية لبنان بالأرض إذا ما تجرأ، وهذا نص حديثه، إذا ما تجرأ حزب الله على ضرب إسرائيل، وهذا قد حدث. أنا أسألك من هذا المنطلق، يعني هل هذا يقلق أهلنا في لبنان؟ نعم، مبدئيا نحن أمين عام حزب الله صرح بأن دور حزب الله هو دور مساند، يعني لاستدراج قوى إسرائيلية إلى الشمال، بالتالي لتخفيف الضغط عن غزة ضمن ما يسمونه وحدة الساحات في محور المقاومة الذي ترعاه إيران. رأينا يعني لم يتخطى دور حزب الله أكثر من دور مساند، ولكن الكلمة للميدان كما قال في خطابه الثاني، الكلمة للميدان إذا وسعوا نطاق عملهم أعتقد أن سيفاجئون بالرد الذي ممكن أن يرد عليه حزب الله. ولذلك كل هذه التهديدات من قبل الرئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزير دفاعه، كل هذه التهديدات يعرف أن أي إقدام على أي عمل عسكري بتوسيع الجبهة سوف ينتظره قوى وأسلحة كثيرة. يعرف الإسرائيلي أن حزب الله ليس غزة، والمقاومة التي يمثلها حزب الله هي يعني لديها ظهير كبير، وهي عشرات أضعاف ما قد يحصل في غزة. إذن سيادة العميد، إن شئت انتقل بنا إلى تحليلك لتكتيكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإن شئت اجعل ذلك مختصرا بقدر الإمكان، لأننا نود أن نعرج على كل التكتيكات منذ بداية الاجتياح. نعم، مبدئيا يعني الخطة، يعني الإسرائيلي لم يكن هو من وضع خطته لاستهداف غزة، ولكن استدرج إلى هذا العمل، وبالتالي عندما يعني فوجئ بالعملية ب7 أكتوبر وبعدها بدأ بإعداد استراتيجيته، وهذه الاستراتيجية كانت من غير الضباط الذين المكلفين بالتعامل مع غزة، ومن غير الأرشيف المعلوماتي الذي يمتلكه الإسرائيلي حول غزة في غلاف غزة، والذي كان كنزا كبيرا للمقاومة
بالسيطرة عليه. بالتالي هناك عملية غير محضرة من قبل إسرائيل تعرضت للإرباك العسكري والإرباك على المستوى السياسي من حكومة يمينية متطرفة يرفضها نصف الشعب الإسرائيلي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الهجوم البري لم يؤتي بأي نتيجة من الأهداف التي رسمها الإسرائيلي، مما أخضعه القبول بهدنة وتبادل الأسرى ضمن شروط المقاومة الفلسطينية. ولكن عمليته الثانية بعد 12 يوم وما زال مصرا على القتل والتدمير والانتقام فقط، هذه العملية دونها صعوبات كثيرة يعاني منها الإسرائيلي. إذا تكلمنا عسكريا فهو يتقدم على المحاور الرئيسية، ولكن هذا التقدم يعني يقوم أولا الحرب داخل المدن، يلزمها عاملان حتى تنجح الحرب داخل المدن. أولا هو ضعف المقاومة، واحد. اثنين، أن يكون الأهالي والبيئة يعني ترحب بالقادم أو تتعاون معه، لا تعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليته. وليست المقاومة ضعيفة التي بنت تحت الأرض يعني ما يلزم للدفاع عن غزة ولمدة طويلة. لذلك هذا الموضوع دونه مشاكل. نرى أن الإسرائيلي يعني هناك 20 إصابة بنيران صديقة كما أسماها، وكذلك المقاومة قطعت يعني المقاومة بواسطة الهواويين قطعت طرق إمداد العدو الذي دخل إلى الأحياء، وبالتالي اضطر العدو أن يستخدم بواسطة الطوافات كل الدعم اللوجستي للقذائف، وبالتالي لأن قواته محصورة في داخل الأحياء التي دخلتها. لذلك هناك يعني صعوبة على الإسرائيلي بالتقدم، علما بأنه فقد عنصر المباغتة وعنصر المفاجأة، لأن دباباته عندما تتقدم وتتعرض لهذا التدمير الممنهج للدبابات هو يعود إلى نقطة الانطلاق ويعاود الانطلاق مجددا.